تصير دون ازول في اللون ازول في اللون تي دار نغدي ستارنا فكرت جامد ان خلا ما يقرب له قد نغه تينون تي لنا دو فلكي 100000 مليار على خير كري قد تزمز انت من الكور دمد لي كفاين تا يفوت ختوك او سي وين تيكليتاد ران من الكور د يا النموذج يا ظنين معانات مع امنياتي غدا الاستاذه فاطمه العظم اللي لا نغتنلت اي صواب غير قليل واش تكون اي تباها يغنب الدر اصدار ارنا الدر اصدارات يا دلير تنسكر نغار الاساتذه الباحثين دمد لي مقورنين ديال العدد مدني يضيف ولكن النموذج يشكاد غير محو الاميه من محو الاميه الاصدار الكتاب تيليقي الصوره نقول لي دطي نصر ربي الاستاذه فاطمه العظم غير كندو لها توك تغوسوا لي غا سوين كيم دار تسوالوا لا في خفن صار سوال في مغارت كل تنو درار ارسوال في مغارت ارسوال في ركاز ارسوال في المعاناه اللي كان قالت يان تدرت نص لحياه نص وحدت ارسنتني ثاني مرت نباره في الاصدارات ثاني مرت نباره اللي خزرت ادويت اكاين من محو الاميه الاصدار ار يا العدد نتغوسوين ارقنا اليوتيوب توك نتغوسوين فهذا نيسان اي دارنا غادي دارنا قاس غير تيسور غوفوس راه درزمن توك البيبان يقند غير ما يتعاون كويان ولكن رنزر هذا قلت ما تخفاتي ما العظم ما منك سكر الاصدارات ما منك ديك كمياد مرحبا بكم السلام عليكم ايتما دي السما الاحباب عزانين مرحبا بي غدارون مرحبا بكم غداري ارفارة تشكار القنايات نغد لي دعاء الاتبير وكان نتمنى ان شاء الله ديدو نزري يتلوقت نغد ديال الساعات يفولكي ان شاء الله تسنمي تكشم الداري ان شاء الله اختي النار مرحبا استاذ فاطمه العظم من الزوار في الامن سوال كمي جرام شو درت من جرام المعاناه اللي سولت ما منك كانت غو درار ما منك سكرت الا خذك انت سكفلتي كانت مزورت اللي كان اصدار كتاب يعني الكتابات صولغ في الحياه النيويه صولغ السيره الذاتيه اللي غادي نصولغ في نتوما الامور بديغ ملي غادي نغم الصغير اللي غلانت يا كرا المعاناه باهرش قاني نغم مسكت نتو درتني وغا حياتني واللي غادي نغم الصغير يعني لقيت الفراق الوالدين اي الحرمان الوالدين واللي غبطه عشقه يا هشقه اللي غادي نغم اختي كيكيلت اللي مسؤول در الوالدين قالي ما وين الموت يخني ويربي بعدا هادي راه بنيتي ويد نربي غير كل نرى ولكن فدا مش اتكيت كمي مش الدرمي لان ساعه نسكاس اللي غبضان الوالدين داري صديسي سكواس يعني نتني بضان لي عقل كيعقل صديسي سكواس نبضان نتني خصموسي سكواس نداري لان اللي غاني نغبضان وكان كوياني اللي كمل هم من نص اللي كمل يعني تبضات من الوقت سنتيني كمل زق اللي سنتيني ولكني شقى كمي ماني تولد عقود نيس كمي غيسي فاس قري فاس نبابا من غدوين ما من غدوين يعني لا جدود النم لا بقى غد لا جدود يعني بقى غد خليس سنتيني تابتي دد مغار بقى غد يفقير من سنتيني يعني جديد جديد عمسي صدر صغير كان ولدي قلت الزندي نصين صدرنا كنفل اوركم يجبد بابا مسدارس ولا كنت جبد بابا مسدارس صدرنا كنفل غير كان تكريتو دارس وحدكم لا كاين تقمه لا دار مقمه ما انت قمه مي مقور في الله يا انت انا يقر ولا انت فلت كله يا فعلا واخا سولت في مهنة من بعد نور تنزل النم يمكسي ميكر تاوي اتافات جدي من جدام سقصت غبابة ديمي ما منك يعني سمنان هاتي بابا مدمام ورد نكونينا تنيقان إلا بابا مدمام ولكن ورلان غير لا سنغ سنغ يزدنتني دوري كان بابا ديمي ولكن انتني ريتيني تورتا الدراسة زورتيني تبابك سنتو كان يفقان تمازير شقان لي مورات لي زروين كان شي شوية قصحان حتى الظروف الحياة حتى القساوة الطبيعة حتى الأشغال اللي تيلي انت مقرا تيرزا كله ما ينشقى ولكن الأصعب هي الحرمان الوالدين ماشي قاعد كمي غير داتي دار من حرمان الوالدين زويت تاس تام كراد ما ينقول تخدم انت وريان زويت ستيز ربما يعني قلت لي سنتيني تما راه وراه تنقى يعني ولكن ما كينقى نار كنقى يغور تشوفي حتى من داك التين اللي ولا ما بقيت تحنن شويه واخا ارمانوكو
تنا الاستاذة فاطمة العظم اخصائيين كاين غيلاد اتعتمد في ربي دو غيونو فهادو لانتين هاد سمونغ تاوش كاين تاد في داستي الضيف دو هاد سكر خلال الحش اللي يريقتينو دا سكر غيم دوكالينو تمدوكالينو دمي الدن اللي رايي يتحيض على الاقل ميك انتمو كريستان اللي داري لان الحيرمانان يغا كلو زراغ ميد من التروان سن من الوالدين سن ابلاني كاين صراحة ضربتات شوية وطرية تجيور ترى ولو أنني فرغت بغات تبرا عند الله بقات يعني كل شيء المعاناة ترت نتزريت حتى وحدة الوالدين وطرت تحيد سبحان الله رغم أن غيلاد نمان الحمد لله بسمان غرب في الغنم قور ولكن يغت كتيس غالبا مزرين تنزيتا فعلا تأتني تزنين كل دنت أرتيني بابا أرتيني تيمي وفنت يعني وفنت يت يعني ين السند وفنت ين الحنان وفنت ين الحضن ولكن التنيس العائلة اللي كيقرب نورك في كانت المحبة نورك في كانت الحنان وكان يقاميك دايما الجرح انه هو نسمك ولكن التنيس في الاخر لان شو سبحان الله العظيم المعاناة كيقوي صحيح كانت تعلم التنيس غير كريسنتيني التنيس ارك كانت نسنقواز اكو كانت نسنقواز كتقوى كتعلم من الحياة كتزيد القدام يعني واخا انا كنبان يعني بهاد الدموع ولكن الدموع ماشي كيطيحوا حيت انا ضعيفة بالعكس انا قوية حققت شحال من هدف في حياتي اي تمازيرت فوز قلت يمكن 17 عام 17 عام مازيرت تسلم جديد مثلا ما منك كانت داغ المعاناة يظني ما بغيتي غتغارس اللي صوت فتاقين من غير تزون تلمديت مثلا الوقت اللي تفوقت مازيرت 17 عام ورتا قدامت لا لاكارت تفوقت ولكن من تا مازيرت سلمدين يا الجو ياضني كلامي الدنيا ياضني يا كلام معاناة ياضني ما مقلت اي خص تفندغ يعني الحياة ياضني خص المسؤولية لان فوقت خص مازيرت تاهلة فوقت قال كي كتبتها هنايا كتبتها من القفص الى من السجن الى القفص يعني كنت بحال كنت في واحد الحبس بحال كنت في واحد السجن اللي كتبقى مسجون فيها ولكن عاوز ملي خرجت من داك السجن راه دخلت للقفص الزوجي اللي كتكون عاوتاني خاصك تحمل مسؤوليه الزوج مسؤوليه الابناء مسؤوليه مالين الدار مسؤوليه يعني كتحملها عاوتاني واحد المسؤوليه خاصك داغتك حتى مغارت دو غاز لان تم غارت غوز مزاد اور تخسرت تكغت ما غير خسرت تا مغارت النص نغدك تا مغارت دور غاز هادي واخا غيد غيلا غيد غيلا مثلا الوقت اللي مثلا تكيستين تقيت محرومه الحضن الوالدين شنو داروا الغاز اني غني كي مثلا اصدار ادم اتفرغت كرا على الاقل في تايري انه الجرام دو ريازم كذا نغدتو فيت العراقيل وغرندا هو اللي ستني ضروري حيت اصلا ماشي الحرمان ديال الوالدين واحد تحرمت من الدراسه تحرمت من الطفوله ديال انك تلعب تحرمت انك تنيت ولو غير تدصت تعبرت النسين ان تريت النسين نصوب صغير كله اوريلا وكان غد تتهلس يعني انت ضروري انت في ساغوسي وين يضني انت في مشاكل ولا بد هذه هي الحياة وإلا ما تخطانت المشاكل هذه هي الحياة ولا بد ما كتلقى المشاكل وداك يعني كتصبر مفتاح ديال أي حاجة هو الصبر مزيان ما يتقول له إيسي قال كتاب مثلا كرا ما تفرغت كرا يعني تفرغت كرا الحمد لله أنه على الأقل سيجما غابرات سيجما غاي اللي يتيرن غي قنولينو تقول له غير ميدني إيسي قال تفسيت يا تمو كريستي بدا ويي تيمو كريسين نفسي نورت كيات وي فعلا تفسيت يا تيمو كريس اللي يقود الناس تيغان الفرق الوالدين يعني شويه تحيد شي شويه كنتاسا ثم ارسوا في سيل سنين توقتني لسي وانت مغارين يا ضنين تيبو درانين اللي توقت مغارين يا ضنين توقت نتفرخين ارتعنا انت غمس انهم وراخت انت سقران مثلا يمكن ادرت انت لقمات انت زوج مكين قمان انا سقرا كي تقيتها
كركاز، انما انت في الوقت راه تحول لخمس غير هذه خصو تحول، ولكن حكودا اصلا المدرسه هات وراس تزرق وراس تزرق لا، ولكن وراس تكشمرتيني كميت كيس غير تاع فروخت كمين سير كسان غد سير التاقب غد سير مكيرنا تاوي توكان المهم الشغلان كله، ولكن باش تدوى تقره، ولكن كي غير اني غاسنت غير الكتابات بان حتى حاجه ما مستحيله يقدر كي لي الطموح نغدي غني غدا تقيت، لان دائما واحد الطموح دائما في عقلي كان حلم به انني ازدو غا زقرا يعني من ديما يعني عندي جوج الهواس يعني ادمون غد الوالدين في يوم من الايام ثم تكشف خصنا الدراسه في يوم من الايام لا فأنا مقور غدو حشو لقيغوي المدرسة، ولكن لقينا بأن سيدنا الله ينصرو فتح لنا البيبان ديال المساجد ووفر لنا كل ما هي تغاوسيوين اللي راه نحتاج جي باش أنني أنا أقرأ، فالحمد لله ساجد شديت الطريق يعني للجامعية أنا خطوات إلى الأمام كي كتبتها، فالحمد لله قرينا محينا الأمية ديالنا وراني نين غرا كله دا، ولكنما أنا نمحى الأمية إلى النور سبحانه وتعالى، أننا نسن أن نقرأ الكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم أنني أن الكتاب يعني الحمد لله اللهم لك الحمد. واخا غيد قبل أن نكمل المياد اللي غنسولك في تمغرت تفرخت بالخصوص يعني ارتقى الفلسطيني السلطة كل شيء مثلا مثلا كنت لك بابام ما غيت سكرت يزري تاش كدمان ما غير تسكرت خالتي عمي مقمام اللي فلامي مزين ولا واد مقور ارقد جرن زرو قال لي سيدي فلان غلب صافا فلانيه ما غير نسكر افلا ما كان بيدو كل شيء الحراسات الاحكام الى العدد الحكومي تين في تروح قلت لك مدا غو قلت تقمي يخصك انت اتصبن اتسير المعان اتسلو ديرم اتمول الفراش اتجوج هادي مدنا تنكر الزويري تنكر تكرو داغي مدن باش تقل ياك الى داغ المشاكل اللي يظنين انه الوقت اللي درت تاهل مثلا اثنين هذا سي سي خيور نولي ران اورد انت فلان راك ميري فلان انت وما تريد هو نوختني يكمل العيد ارتقلت كميه العيد مثلا يسخ ديال الحوايج وكيونس كمل لين يسخ يفصل تنضغط كذا تاش كنت كميه ويوم ذكرى الصندالة ذكرى الصبات اللي غان كانتي غدو راه مكانتي غان لولا دريت غدو هوي يا ويوم الزف دريت غدو تا كوريك ينام هاكا ما ستعيا تسولي غام ديوا يا ديغ كيما سكرا جميلة هاد سوا لخفت غاو سيميني ايه ولكن انا نيور شو البهر اللانس كل ما يدلي سنيت فيه يعني اي كاتين يلي سوليميك ولكن ندرس غير الحمد لله تمغارت صدور لانت غير تمغارين الحمد لله خدمت خدمت غير درسوت لا كنت مغارت لا ريسكو سار تقل سور كازا داتيف نقدر تقل سوك ماس نقدر تقل سونا يخدم لا انت تيخدم غير بالعكس انت تكور تكيت ماس تسيتير وين تعاون تعاون الوقت لان ما الخدمه ماشي عيب كنا ستراتيكس الحمد لله كي بنادم يكون مستور وي المرأة قوية صحيح. مرأة لا درس الأفكار تلقى قوية تصدارت لكم زندت زدر قال يخسر غير ميك تشجيع ماذا غير خسر انك تشجيع هذا غور تحطم لأن بالنسبة مثلا ولي الكمنين يا مثلا لن بعد نرقز وراني كل شيء تحية كاع يرقز الكل رنتيني كل شيء ولكن لن بعد نرقز تحطم من زمغار رسي كان بدا فلاس درسنا وكم زمغار كتكيت او مرة كتسكرت او من رت لكم وكان هي تتيق هي صافي كتثق بداك الشيء اللي كتقال ليها ممكن انها تتراجع شي شويه من الافكار ديالها، اما هي الا شجعتيها تزيد من قدام ودير شحال من حاجه. واخا الوقت اللي دغريت محوى الاميات تفكرت سوين كيما دغري الكتاب فتسكت الاصدار الكتاب هذه اللي تضا خصو الفلوس ولا اثنين باش ما زاد الطباعه توزيع عشرة تغلى ميدنا غدو هوي سولا في المعاناه ولا بنتين مني سوين كيمن ارض الواقع فتفوقت يا الكتاب اسمنس الكتاب اللي تضي فاطمة العظم اللي قال معاناتي مع الأمنياتي معاناتي مع أميتي اللي سميته مولود الجديد لمولود المغاربة كاملين هذا يعني من بعد ما كتبته فعلا كي ياخذ لك الوقت وعام وانا كنكتب فيه وعام وطبيعة الحال كنجري لان خاص لي ساعدني فالحمد لله طرقت بعض البيبان واخا تسدوا عليا ولكن بعض البيبان الحمد لله تحلوا وهذا خرجوا الوزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه يعني وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه اثر شي تكلف اي اللي خصيت الطاين اي اللي غير الارض الواقع اذا راهي الوطنيه يعني كل شيء المكاتب تقريبا تمازلت غير وكادير ايه غربط كادير ضربط غلادي الا قلت واخا يسول راي ما يدغي لا يستفيد يتغرس انه خصك غلاد هذه الجزء الاول
الدار ملي الجزء الثاني الجزء الثالث اللي رايق وين يكمي وين مكمي يرايق مثلا وين حتى دي مغارين ديال كازم داير لي الزرات خت مازيرت فهاد ان شاء الله تكت كاتبه تكت مؤرخات تكت اللي سكرن الاصدارات مختلفه فاي اللي الا خت مازيرت المغرب داير اللي تيخصها اييه ان شاء الله ولما لا ان شاء الله لان حتى هذا راه المعاناه اللي فيه والحرمان اللي فيه والافكار اللي فيه وداك الشيء اللي فيه راه نفس تقريبا الافكار اللي كاين عند الناس الاخرين يعني اللي قرا اي واحد قرا هذه القصه راه كيحس يعني براسو كيحس بان نفس تقريبا غالي الزريق مازير نفسه لان انا اصلا من عندي قناه في اليوتيوب الان راه عندي القناه في اليوتيوب سميتها فاطمه العظم سفيره محو الاميه اللي بديت بها بالقصه نيت كنحكيها وبزاف ديال الناس في الكومونتير كيكتبوا لي بانهم حاسين بيا ونفس المعاناه اي جزء لانه هو بالاجزاء وكل جزء بالرسم ديالو اللي كان عبر بالرسم وكذلك وكذلك بالعنوان ديالو اجزاء واخا قال لي تنصر ربي ما لو قد اتشرفت انه اتيت من الكور تخيرا الزياره غير الزيارات اييه الزياره اللي تسمك كور سيدنا الله ينصرو ان يعني تلي زوار نغمح والأمية البرنامج محو الاميه فسكره التكريم ديال نساء محو الاميه المتفوقات قلت لي زوارنا الحمد لله وكان نهار زوين وكان يعني واحد اللقاء اللي كان فخر به الحمد لله ولا حتى رتيتو تمغرت مازيغ ولا تمغرت انسوس اييه معلوم يا هو السيم قورن الحمد لله واخا رمتو غير القناه النم فدا في السوالت ان شاء الله فدا نقيس قول ميد ميد كانت اتي غوسوي اللي قيس تقات القناه لا نقيس اولا الافكار ثانية حاجة أنا عندي فيها يعني الوصفات ثالث حاجة فلوغات وكنحاول أنا نقربهم من البلاد ومن المآثر ومن أي حاجة عندنا مثلا بالأخص زي الأمازيغي نغنكين للسي كله غمسك لها تقاغ القصة ف يعني اللي لقيت الوصفات فولكينين اللي لقيت توقت غوسوين اللي رايعجب إن شاء الله اللي رايعجب إن شاء الله عمد لارت منها إن شاء الله داري كشبان يعني غير كتني تستوريس عرفني تستوريس الفصيحة اللغة العربية استوريس لا القناة اي فاطمة العظم سفيرة محوي الأمية ثاني ميت نمك محمد ربي نرجو ان شاء الله تكون سفيرة نسوس كريقات تيغاوسين وفركد على خير كرامك وكاني ريغات تسكرغي التحية مقور مازيغ كله تنكرا غلان داخل الوطن وخارج الوطن ريغ كذلك تسلم غف بالاخص اي تنال تيدار نغرس نتيني تحية مقور بزاف لانهما شجعوني من نار اللي حليت القناة غسلي رزم القناة شجعني يدار نغ بزاف سلبارتاج نسوس كذلك الكومنتير نسنس كل شيء تغوسوين لي شي شجعان فأرتن بهر تشكار غي التانات كلو كذلك كتشكار أرتشكار غل القناة كتشكار راديو إن أتبير مرحبا ولد بابا ديماد تسيس قنون أتيد لقيس العلم لا نقيس الشعراء لا نقيس الفاعلين الجمعويين لا نقيس أيضا خير خصقا اللي اختلام نكتيد منه وتكال أكون أحفظ ربي فتبتم بالدس مازير داي تمازيرت داي اللي قالوا وين تمازيرت اللي قيس توكت المعارض توكت المهرجانات ديال عدد متغوسين غير اكبر حضر بارك مبارا نسيمو ورجع دي منو قرب المقارية منين غير ربي ان شاء الله ولما لا ان شاء الله عما قريب ان شاء الله مرحبا بك غربات كنا نتغليت ان شاء الله الله يحفظك الله يكرمك تاني ميرتنم تاني ميرتنم ولد بطل فاطمة العظم تكتين ديتنا تقول التنالت تعزى درس سكانسوس مسا تلانغ العاصمة الإدارية ولكن دائما تبع اختمازيرتنا هذا الكتاب أننا تيسخ إن شاء الله يزر أي اللي قيس لنا أي فتوسي كده نغد الأسواق المكاتب مرحبا تيكي تيضني نركن بها رصي مغور أرك تلغى فون مقارا اللي ديم نسكر اللي بارا إفو لكين أرمتيني تاني ميتن بارا إغودانا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة